ميمونة نعاني الأمرين، نعاني من نقص في الشبكة الكهربائية، ونعاني من الظلام الدامس طيلة أيام السنة. فصل الصيف مشكل، فصل الشتاء مشكل، الأطفال ديالنا المعدلات جات متندنية. حنا هاد الناس ما بغاوش يفكوا لنا المشكل. حنا عندنا رخص برا، وعندنا أعمدة قائمة، وعندنا شريط كهربائي شرا الرئيس ديال المجلس البلدي السابق. حنا هاد الناس ما قدرناش نفهموا فين باغيين يعيشونا. مرة كيقول لك اتفاقية مازال ما جات عند السيد علي الفاسي الفيري، مرة كيقول لك السيد العامل مازال ما سنياش اتفاقية. حنا هاد الناس كيتلاعبوا بينا، حنا ما عرفناش فين كاين المشكل، هذا هو اللي كاين. حنا هاد الناس كنطالبوا منهم، وكنطالبوا من كل آذان صاغية من جميع المواطنين الشرفاء والمسؤولين الشرفاء باش يفكوا علينا هاد المشكل. حنا كنعانيو الأمرين، نقولها ونؤكد، حنا كاين أمراض عضوية بواسطة دخان ديال الشمع، حنايا كاين قنينات غاز ربما في أي لحظة تقدر تنفجر تقتل أسرة بأكمالها، ولا ربما مثلا عائلة، ولا الله أعلم. هاد الناس حنا ما عرفناش فين باغيين، واش كيقنعجين سياسة الموت البطيء، ولا ما عرفناش هاد الناس كيفاش باغيين يعيشونا. حنا نعاني ونؤكد هذا، وهاد الناس لا آذان صاغية باش يتصنتوا لنا ويفكوا علينا هاد المشكل ويهنيونا من هاد الصداعات. هاد الناس حنا كنطالبوا منهم باش يفكوا علينا هاد المشكل ديال الكهرباء الأول، وثانيا الاوحال، وثالثا داك القنوات صرف الصحي راه ما كايناش، وحنا كنستخلصوها في فواتير الماء. هذا لا يعقل. حق كاين حلال وحق حرام، الماء حلال علينا والضو حرام. الناس حنا ما عرفناش، حنا كيعيشونا في الاوهام. واش حنايا مسائل حنا غادي نتبعوا الوثائق ما بين الادارات؟ هذا لا يعقل. اداره خصها تضغط على اداره، ولا هي تطلب مسائل ديالها باش يفكوا المشكل ديال عباد الله. وهاد الناس راه ضد سياسه سيدنا، نقولها علنا. هذه راه ماشي السياسه اللي وصى بها سيدنا باش يخدموا المواطنين، راه ماشي هي هذه السياسه اللي ماشيين فيها هاد